مرحبا بكم من جديد، وأسعد الله أوقاتكم. سنتحدث في هذا الباب في جزء مهم، وهو خطة بحث أو خطة الدراسة. سنستعرض كيفية إنشاء خطة بحث جيدة أو خطة دراسة جيدة. خطة البحث أو خطة الدراسة، بعد الفراغ من صياغة وعرض مشكلة البحث أو الدراسة وفرضياتها، لابد من وضع خطة للعمل تعمل كهاد ودليل للبحث، مرشد. يعني تحط خطة ترشدك كيف بدي أبدأ وإيش لازم أنا أسوي. ومن المهم بمكان هنا صياغة هذه الخطة قبل البدء بالدراسة الفعلية أو بالبدء بالبحث الفعلي، لأنها ستساعد على تحديد الخطوات التي ستتخذها الدراسة في سبيل إنشائها والتفكير فيما الخطوات. وتشمل خطة البحث عادة على المكونات التالية: أولا المقدمة، مقدمة الخطة أو مقدمة الدراسة، تذكر فيها هنا أسباب إجراء الدراسة. ليش أنت بدك تعمل الدراسة هاي؟ لماذا تريد أن تنشئ هذا البحث؟ لماذا تريد أن تكتب في هذا البحث أو الدراسة؟ مناقشة وعرض موجز للدراسات أو الأبحاث السابقة، عرض موجز للدراسات السابقة اللي هي الأدبيات اللي شرحنا عنها في المحاضرة السابقة، مناقشة وعرض موجز لكل ما سبق دراسته بالمثيل. يعني بدك تشوف دراسات سابقة أو أبحاث سابقة شبيهة بفكرتك وبحثك، وتلخص موجز مستعرض انه كان في دراسات كذا وكان في ابحاث كذا بحثت في نفس الموضوع وكانت النتائج كذا وكذا. بعدين ايش بتحط؟ فرضيات الدراسة او البحث. فرضيات الدراسة او البحث، الفرضيات بتكون ما بين 5 الى 4 الى 6 مش اكتر. زي ما حكينا انه لما تفترض الاشي يكون كبير بيطلع مصداقية يعني صعب انك تثبتها، واذا كانت قليلة المصداقية مفقودة. اولا. ثانيا المنهج، منهج الدراسة، ويشمل الجمهور او مجتمع الدراسة. جمهور الدراسة من هم؟ من هو مجتمع الدراسة؟ كم عدد مجتمع الدراسة؟ اين سنجد مجتمع الدراسة؟ كيف سيتم اختيار مجتمع الدراسة عشان أعرف أطلع العينة منه؟ الأدوات التي سنستخدمها في الدراسة، كيفية قياس المتغيرات، ما هي أدوات جمع البيانات المستخدمة ولماذا؟ إلها طبعا هذا الجواب هنا له علاقة بالشيء المشكلة تاعت الموضوع. يعني مثلا هنا بتيجي الأدوات، يعني مثلا بدي أستخدم الاستبيان، أو بدي أستخدم المقابلة، أو بدي أستخدم الفوكس جروب. بدي أحدد إيش الأدوات اللي بدي أجمع فيها البيانات وليش وأبررها. خطوات جمع البيانات، شو هي الخطوات اللي أنا راح أبدأها حتى أبدأ بجمع البيانات؟ وهي موجودة في قسم البيانات اللي سبق شرحنا. نوع تصميم الدراسة، هذا التصميم سيتبع نهج معين، منهج، شايفين نهج معين من أساليب علمية بحثية معروفة. طبعا هذه في لها مراجع خاصة على الإنترنت، ممكن الرجوع لها ونشوف إيش نوع التصميم اللي إحنا بدنا نستخدمه. هل هو تصميم يعتمد على تفاسير، أو يعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، أو المنهج الوصفي الغير تحليلي، أو المناهج الوصفية الأخرى. ثانيا أو ثالثا تحليل البيانات. لما أنا أخلص وأحط الفرضيات وأبدأ أشتغل وأوزع الاستبيان وأحل وألم البيانات، أجمع البيانات، بدي هنا أحلل البيانات. هنا تشمل توضيح كيفية تنظيم وتحليل البيانات التي تم جمعها. الدراسات الكمية تستخدم طريقة التحليل الإحصائي، الكمية يعني الرقم. لما أنا أحصل على أرقام في استبيانات وعدد من عينات المجتمع، بدي أستخدم التحليل الإحصائي الـ SPSS في الوصول إلى النتائج. الدراسة النوعية
اللي هي الدراسات التي تعتمد على الأسلوب الاستقرائي أو التحليل الاستقرائي. سنقرأ البيانات أو نحلل البيانات زي ما حكينا، التفاسير والعلاقات نربطها في بعض ونعمل التفاصيل اللي شرحناها في الباب السابق، في البحث عن الفئات، عن النظم، عن الأفكار في البيانات والمعلومات المكتوبة حتى يتم تفسيرها بطرق سلسة مترابطة علمية تفسر نتائج الموجود. يجب أن نضيف أن بعض خطط البحوث أو الدراسات خاصة مشاريع التخرج تحمل فصلا كاملا أو فقرة منفصلة لاستعراض أدبيات البحث، وهو يسمى إيش؟ باب الدراسات السابقة. وآخرون يفضلون دمج فقرة تحليل البيانات مع فقرة المنهج على حسب إيش المرشد في البحث هنا في التخرج كطلبة ممكن يدلكم ويوصف لكم إيش الأنسب والأسلم.